هذا السؤال تحديدا، فينبغي أن يعلم الجميع هنا أن من بين الأوائل الذين تقدموا بطلب الذهاب إلى الجنوب، وحتى قال لي بوضوح سأكون بدي يكون زعلان كثير إذا ما بعتنا يا فلان، هو الأخ محمد جرادي نفسه. فبالتالي بيننا هنا مذيعون مذيعات، مراسلون مراسلات، حتى في مختلف أقسام أخرى، يعني معظمهم كان يريد أن يذهب إلى الجنوب من أجل تغطية هذه التغطية المقدسة المشرفة الكبيرة الشامخة. شوف، أنا أقول لكم مسألة يا إخواني الأعزاء، ربما بعضكم يتذكرها في آخر لقاء بيني وبين فرح في غرفة الأخبار قبل أيام قليلة. لست أدري سبحان الله لماذا دخلت غرفة الأخبار، وأنتم تعلمون جميعا عندما أدخل غرفة الأخبار يعني أتشرف بالسلام عليكم فردا فردا، لكن لست أدري في ذلك اليوم يعني لماذا بعد السلام خرجت، ثم عدت خصيصا إلى فرح، يشهد الله، عدت خصيصا إلى فرح وذهبت إليها مباشرة وقلت لها: يا فرح، أنا أريد أن أقول لك كلمة وبصوت مرتفع حتى يسمع الجميع في غرفة الأخبار. أنت مثال الصحفية الجديرة ذات الكفاءة ذات الحماس ذات المحبة ذات النشاط، التي نحبك حبا كبيرا، وكنت أتحدث بصوت مرتفع. وأنت يا فرح التي جئت من الجنوب وستعودين للجنوب بحسب رغبتك، أنت نموذج للصحفية المنتمية بإخلاص وصدق إلى الميادين. وقلت لها: يا فرح، أنا إجمالا لا أتعهد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن تأتيني بعض الخلاصات لجانب كبير مما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا من قبل حضراتكم. أنت يا فرح أشهد لك بأنك في كل مرة تأتيني ملخص دائما مهتمة بالميادين، بتقارير الميادين لك ولغيرك، فكانت مثال لهذا الانتماء. سبحان الله، هذه الأخت والبنت العزيزة كيف ودعتها آخر مرة شفتها قبل أيام، كيف ودعتها بهذه الطريقة. أما الأخ ربيع معماري رحمه الله، ربما كلكم تعرفونه، ربما المشاهدون لا يعرفونه لأنه من جنود الخفاء. وجنود الخفاء أيها الأحبة، وما عدد كبير منكم من جنود الخفاء أي الذين لا يظهرون على الشاشة، تعرفون كم أنتم مقدرون في قناة الميادين، بكل تواضع أقول هذا الكلام، وتعرفون كم أن إدارتكم تحبكم وترعاكم وتسلم عليكم فردا فردا. ودائما نقول جنود الخفاء هم عصب القناة الأساسيون الذين لا يظهرون على الشاشة. نحن نظهر على الشاشة، ولكن وراء من يظهر على الشاشة جنود يعني من الشهامة ومن القدرة ومن الانتماء الكبير. ربيع المعماري تحديدا، يعني منذ سنوات نذكر عند تحرير الموصل، معركة الموصل، كان حريصا بقوة على أن يذهب إلى الموصل، ولم يكن من بين الأوائل، كان حريصا بقوة، وصادف حظه الكريم أنه كان في الفترة التي تم فيها تحرير الموصل. وعاد ربيع وأثبت جدارة في عمله كمصور بشكل كبير، وفي المرحلة الأخيرة عند الذهاب إلى الجنوب كان من الأوائل الذين ذهبوا إلى الجنوب. ونحن لأننا نريد من كل الفرق أن تذهب فترة ثم تعود ثم يكون هناك تناوب، عاود ربيع كما فرح، عاود ربيع كما فرح بطلب العودة إلى الجنوب. فرح كانت تطلب بقوة، وقلنا لها: ستذهبين هذه المرة للنسق الخلفي، النسق الثاني الذي تغطين فيه كما ذهبت زميلتنا فاطمة هنا، ستذهبين إلى هناك وربيع أيضا سيعود معه. ولم أكن أتوقع أن فرح وربيع سأودعهم للآخر مرة قبل أيام قليلة، وحتى يكون شاهدين بهذه الطريقة.